بدأت المعارضة السورية بالتحرك من أجل عزل العاصمة السورية دمشق عن البحر المتوسط، وهذا الأمر أصبح واضحا من طبيعة التقدم الذي حققته المعارضة السورية خلال 48 ساعة الماضية، كما وثقت هذا التقدم الـNBC نيوز الأمريكية وعدد من الأوساط السورية المتخصصة فيما يجري اليوم في سوريا. والأمر مرتبط طبعا بتقدم المعارضة إلى شمال غرب سوريا وتحديدا باتجاه حماة، ولكنك تلاحظ أيضا بأن التقدم يأتي أيضا باتجاه البحر المتوسط كما نلاحظ. وإذا ما اقتربنا من هذه المنطقة تحديدا ستلاحظ بأن هنالك تغيرا بحسب التحديثات القادمة من اللايف يو ماب هنا قبل وهنا بعد. هذا هو آخر تحديث، لا بل إن هذه المعارضة السورية تمكنت فعلا من الوصول اليوم والسيطرة على الرصيف وكذلك على الجديدة هنا، وهذا يعني بأن هذه المعارضة تمكنت من السيطرة على الطريق المؤدي إلى السقيلبية التي تتواجد فيها قوات روسية في حقيقة الأمر، وهذا يعني أن هذه المعارضة أصبحت على بعد ما يقرب 7.3 كيلومتر فقط من شطحة المهمة للغاية، لا بل أن هذه المعارضة أيضا تمكنت من السيطرة على بريديج هنا، وهذا يعني مرة أخرى بأنها سيطرت على طريق أقرب على السقيلبية، وكان هنالك تصويرا لعناصر المعارضة السورية وهم مسيطرين على هذه القرية الصغيرة، ظهر هذا المقطع المصور بهذه الطريقة لهؤلاء المقاتلين. ومن طبيعة الموقع وحديثهم وإعلانهم بأنهم سيطروا على بريديج نستطيع أن نستدل طبعا من طبيعة البنايات إذا ما هم فعلا متواجدين بهذه القرية. نلاحظ أن هنالك تصميما مميزا طبعا لهذا المبنى، كذلك أن هنالك شجرتين في آخر مبنى والذي لا يوجد بجانبه أي مبنى آخر، وهذا مبنى آخر منفصل بهذا الاتجاه، وهم يقفون أساسا على طريق، وهذا يوضح بأن هذه المنطقة فيها بعض العلامات المميزة التي ممكن أن نستفيد منها. هذه حماة نتجه مباشرة إلى قرية بريديج، وهذه هي القرية والنقطة المتطابقة مع الصورة القادمة من هذا المقطع أينما كان هؤلاء المقاتلين متوقفين، هي هذه النقطة تحديدا التي يظهر فيها هذا المبنى الذي نلاحظه هنا. هذا هو نفس المبنى تقريبا، وكذلك تلاحظ بأننا أمام شجرتين التي كانت ظاهرة بشكل بارز في هذا المبنى، لا مبنى مجاور، وهذا هو المبنى الذي كان بالوجه عند الصورة، وهذا هو الطريق، وهذا يعني بأن هؤلاء المقاتلين فعلا قد سيطروا على هذه القرية، وهذا كله يعني بأن هنالك حراكا ليس بالسهل من قبل هذه المعارضة باتجاه شطحة. وطبعا الوصول إلى شطحة هو يعني بأنهم أصبحوا باتجاه نقاط مهمة للغاية، ألا وهي اللاذقية على مسافة 40 كيلومترا من اللاذقية، وكذلك أصبحوا أيضا على بعد 28 كيلومترا من قاعدة حميميم التي تتواجد فيها القوات الروسية. ووصولهم إلى هذا الطريق الذي نراه هنا قبل أساسا الدخول إلى اللاذقية هو يعني أن الجيش العربي السوري في مشكلة حقيقية، وبأنه مضطر للانسحاب لحماية اللاذقية إذا ما تمكنت المعارضة السورية من التقدم والوصول لهذه المنطقة، وكذلك هم مضطرين أيضا لحماية قاعدة حميميم الاستراتيجية والمهمة للغاية، وهو يعني بكلام أو بمعنى آخر أن المعارضة ستستغل مثل هذا الانسحاب وستبحث عن السيطرة عن البحر المتوسط الذي يعتبر نقطة مهمة بالنسبة لهم. لا بل اليوم كانت هنالك طائرة شحن روسية غادرت قاعدة حميميم بالفعل وظهرت بهذا الشكل على الفلايت رادار 24، وكما نلاحظ أنها غادرت إلى موسكو من خلال التسجيلات أساسا الخاصة بهذه الطائرة، لاحظ 4 ديسمبر أي اليوم، وهي طائرة شحن روسية. وقد يبدو الأمر وكأن روسيا تجلب أسلحة أو جلبت أسلحة وغادرت هذه الطائرة، لكن هنالك تقارير أخرى ليست مرتبطة فقط في اللاذقية إنما مرتبطة أيضا في طرطوس توضح بأن روسيا بدأت تخفف وتقلص من تواجدها على البحر المتوسط مع الانهيار السريع للجيش العربي السوري خلال أسبوع واحد. الآن المعارضة متقدمة حتى هذا الاتجاه وأصبحت قريبة على بعد عشرات الكيلومترات من البحر المتوسط، وذكرت التقارير وقالت بأن روسيا تعمل على تقليص وجودها البحري في قاعدة طرطوس، حيث وردت تقارير على مغادرة أو عن مغادرة سفينة واحدة على الأقل. كذلك التطور الخطير
المرتبط بما نتحدث عنه اليوم هو يأتي إلى شرق حماة. نعم، لاحظ كيف تغيرت الأمور هنا إلى شرق حماة. هذه حماة، هنا قبل هنا بعد. لاحظ المعارضة كيف تقدمت باتجاه طريق استراتيجي للغاية يفرض ضغطا كبيرا على حماة، وهم بالأساس اليوم كانت هنالك أنباء بأنهم قد وصلوا إلى الشيخ خلال الموجودة في هذه المنطقة، وهذا يعني بأنهم سيطروا على الطريق الذي يربط الطبقة بحماة بشكل مباشر وقطعوا هذا الطريق. ولا بد من الانتباه بأن هذه المنطقة التي تأتي بين قوات سوريا الديمقراطية باللون الأصفر والمعارضة السورية لا تتواجد فيها أي قوات من قوات الجيش العربي السوري. ليس من المعقول أن تبقى هذه القوات بين فكي كماشة، وهذه تحديثات أخرى وصورة أخرى من خارطة محدثة توضح لك بأن هذه المنطقة أصبحت رمادية لا يسيطر عليها أحد، ولكن في نفس الوقت انسحب الجيش العربي السوري من هذه المنطقة بأكملها من أجل ترتيب خطوطه الدفاعية بكل تأكيد. كذلك إذا ما ألقينا نظرة على حماة وكيف تتطور الأمور هنا باتجاه حماة، وهي مسألة أيضا مرتبطة بالبحر المتوسط، تلاحظ هنا قبل وهنا بعد تطور كبير الليلة الماضية واليوم من طبيعة تقدم هذه المعارضة. تلاحظ بأنها قد وصلت تقريبا إلى الطريق 56 الذي يؤدي إلى شمال غرب حماة، وكذلك هم أصبحوا باتجاه الطريق 35 الذي يؤدي بشكل مباشر إلى مطار حماة الذي تضغط عليه المعارضة بشكل كبير. لا بل إن التقدم الأخطر هو يأتي في حقيقة الأمر إلى الحراك الذي يأتي إلى شمال شرق حماة، حيث أن المعارضة تمكنت فعلا من الوصول إلى الطريق الاستراتيجي الذي يؤدي إلى حماة أو إلى شرق حماة تحديدا. تلاحظ هنا من آخر التحديثات للخاصة للتقدم بالنسبة للمعارضة، هم سيطروا ليلة يوم أمس على اللواء 87 وبعد ذلك وصلوا إلى المباركات وسيطروا عليها مباشرة وسيطروا على الطريق الذي يؤدي إلى شرق حماة. المعارضة تضغط بشكل كبير أيضا على المداخل الشمالية لحماة بالطائرات المسيرة، يحاولون الاشتباك والانسحاب مرة ومرتين، ولكن هنالك ضغط عالي على هذه المنطقة. يوم أمس كانت هنالك ضربة باتجاه إحدى هذه النقاط باستخدام طائرات شاهين المسيرة من قبل هذه المعارضة السورية، ونلاحظ بأننا أمام هذا الجامع المميز الذي سيوضح لنا بالضبط ما هي النقطة التي ضربتها هذه الطائرة المسيرة. وهذا هو الجامع، طبعا شكله مميز للغاية، وهو يقع إلى شمال غرب حماة. هذه حماة، شمال غرب حماة، ترى بأنك أمام هذا الجامع. نأخذ صورة واضحة من القمر الصناعي لكي نتأكد من هذا الجامع، وسترى بأنه متطابق فعلا مع الصورة التي رأيناها. بالتالي تقريبا التصوير يأتي بهذا الاتجاه بين المئذنة والقبة لهذا الجامع. الواضح بأن الانفجار قد حدث هنا، يعني أن هنالك ضرب واستهداف للتجمعات الخاصة بالجيش العربي السوري عند هذه المداخل الرئيسية. هم يضربون في عدد من النقاط، يضربون في هذه النقطة التي أشرنا لها، ضغط كبير على الشمال لحماة وضغط كبير أيضا على شمال شرق حماة، مع عملية تطويق واضحة من قبل جانب المعارضة السورية، وهذا يشكل ضغطا ليس بالسهل طبعا على الجيش العربي السوري. لماذا؟ لأننا إذا ما أخذنا صورة أوضح بهذا الشكل فإن المعارضة واضح جدا هي تتحرك كما تحدثنا، ووصلت إلى هذه المنطقة، هي موجودة في هذه النقاط، تضغط على حماة من الشمال، وكذلك أصبحت موجودة باتجاه المطار. وواضح جدا أن هذه المعارضة تحاول الاستمرار بالتقدم، أن تسيطر على أقل تقدير بهذا أو على هذا المطار، والاستمرار بعملية التطويق قدر الإمكان. تبدو بأن هنالك استفادة أيضا مما يجري من الحرب الروسية الأوكرانية، مع الانتباه بأن القوات الخاصة الأوكرانية أساسا تعمل منذ سنين طوال في الداخل السوري، ليس فقط ضد قوات الجيش العربي السوري وإنما أيضا ضد القوات الروسية الموجودة في هذه المنطقة. وهذا يعني أن الجيش العربي السوري لن يكون فقط أمام خطة دفاعية أمام المداخل الشمالية لحماة، لا أبدا. التوزع بهذه الطريقة وتطويق هذه المدينة يعني تشتيت القدرات الدفاعية، ويعني بأنهم سيضطرون لأن يتوزعوا في كل اتجاه من أجل أن يحاولوا صد هذا الهجوم، وهو الذي قد يؤدي في نهاية المطاف مع عمليات الاستنزاف والقصف أن يضطر الجيش العربي السوري بالفعل إذا ما اشتدت الأمور بشكل أكبر هذه الليلة أن يضطر إلى الانسحاب في نهاية المطاف إلى الخلف، ولن يتمكن من الانسحاب إلى مناطق على سبيل المثال تكون
سهلة بالنسبة للجيش العربي السوري. هو مضطر في حقيقة الأمر إلى الانسحاب إلى حمص، وذلك لسبب مهم للغاية، لأن هنالك قرى أخرى ستقف مع المعارضة السورية في نهاية المطاف. تلاحظ بأن عندما نتحدث عن هذه النقاط، ودعونا نأخذ صورة أوضح من هذا القمر الصناعي، المعارضة السورية طبعا إن تمكنت من الوصول إلى حماة بشكل مباشر فإنها ستكون هنا في هذه النقطة، هذه هي المعارضة، أن تسيطر على هذه المنطقة تحديدا، فإنها ستتمكن في نهاية المطاف، وهذه هي حماة عفوا، ستكون قادرة على الوصول إلى نقطتين وإلى قريتين مهمة، وهي الرستن وكذلك تلبيسة. ستسقط بيد هذه المعارضة، لأنها سبق لهذه القرى أن كشفت أو أن عارضت النظام السوري في فترات سابقة، وبالتالي المعارضة ستكون أمام موقف جديد في حمص، ألا وهو التطويق مرة أخرى لحمص. والتطويق هنا هو الذي يعني العزل الكبير والكامل للنظام السوري من البحر المتوسط بالكامل، وهذه طبعا ستشكل مشكلة حقيقية. لماذا؟ لأن هنالك طريقين من حمص هي التي تؤدي للبحر المتوسط. من هذه الصورة ستلاحظ أن هنالك فعلا طريقين، هذا هو الطريق الأول وهذا هو الطريق الثاني، وبالتالي بالنسبة للمعارضة أن تأتي وأن تصل إلى هذه النقاط بعد أن تمكنت، إن ما تمكنت طبعا من السيطرة على حماة، بعدها الرستن وتلبيسة ستكون هدفا سهلا بالنسبة لهذه المعارضة، فإنها يعني ستعزل تماما النظام السوري بالكامل عن هذه المنطقة بصورة أوضح، فإن هذه هي العاصمة السورية دمشق، وسترى بأن الجيش العربي السوري حتى وإن كان موجودا في هذه المناطق أو وصل إلى حمص، لكن المعارضة طبعا إن ما تواجدت عند هذه المنطقة دون الدخول إلى مدينة حمص، يعني بأن هنالك مشكلة حتى على الجانب الروسي بأن عليه مغادرة هذه المنطقة، وهذا سيعتبر تهديدا استراتيجيا خطيرا على النظام السوري إذا ما أساسا ظهرت هذه الخلايا النائمة بشكل أنشط مما هي عليه في القلمون، كما ظهر ثوار القلمون وقد نرى شيئا من درعا. مشكلة كبيرة بالنسبة للنظام السوري أن تطورت الأمور بهذا الشكل، بالتالي هو بحاجة للنجاح في الدفاع عن حماة، وبحاجة أيضا للاستعداد لمعركة حمص التي قد تكون حاسمة وحاسمة للغاية. وفي حمص هنالك تحصينات من قبل الجيش العربي السوري، هذه واحدة من الثكنات أو الشوارع التي أصبحت ثكنة عسكرية كما نلاحظ، في استعداد لمعركة حمص من قبل الجيش السوري الذي يضع في حساباته أن الأمور ممكن أن تتطور بشكل خطير للغاية على وضعهم في حماة، وكذلك ممكن أن تتطور بشكل أخطر على حمص. التقدم ليس بالسهل وهو خطير.